كينيا وهي المناخ في قارة أفريقيا. المناخ في قارة أفريقيا، لكل قارة من قارات العالم عندها مناخ خاص بها بحكم موقعها الفلكي للقارة. فنشوف نحن قارة أفريقيا موقعها الفلكي يقع ما بين دائرة عرض اللي خذيناها في نحن مدار سطح من 37 شمالا إلى 35 جنوبا، عرفنا شمالا وجنوبا من خط الاستواء. فنشوف نحن المناخ في فصل الصيف في قارة أفريقيا. فشوف نحن لما تكلموا في اي قارات من قارات العالم اتكلموا عن فصل الصيف او فصل الشتاء، نشوفوا الشمس وين متعامده نفسها، لان التعامد الشمس هو اللي يعطيني هي ظاهره الفصول الاربعه. فنشوف نحن في فصل الصيف راح تكون الشمس عموديه على منطقه مدار السرطان، ومدار السرطان يقع في الركن الشمالي من القاره، مما يؤدي الى ارتفاع درجات الحراره على منطقه الصحراء الكبرى تقع في شمال القاره، يبقى لان مدار السرطان راح يكون متمركز على الصحراء الكبرى، وبالتالي ترتفع درجات الحراره في فصل الصيف وتنخفض في جنوبها. يبقى قاره افريقيا القاره اللي من مميزاتها ان لما يكون فيها فصل الصيف في الشمال راح يكون فيها فصل الشتاء في الجنوب. في نفس القاره في الشمال راح يكون فيها فصل صيف، وراح في الجنوب راح يكون فيها فصل الشتاء. ليش فصل فيها فصل شتاء في الركن الجنوبي؟ لان الشمس عموديه على منطقه مدار السرطان، يرتفع درجه الحراره على الصحراء الكبرى وتنخفض في الجنوب، والجنوب راح يكون عنده فصل الشتاء. بسبب ارتفاع درجه الحراره يسود منطقه من الضغط المنخفض في اللي هو شمالا والضغط المرتفع جنوبا. فشوفوا هنا نحن اختلاف في الضغط، لان عندنا نحن نتكلموا على المناخ، من عناصر المناخ اللي هي حراره وضغط. قال لك لما طبعا قاعده ياخذوها لما ترتفع درجات الحراره في اي منطقه كانت، ترتفع درجه الحراره شنو يقابلها في الضغط؟ راح يقابلها ضغط منخفض، ولما تنخفض درجه الحراره راح يقابلها ضغط مرتفع. لما طالما عندنا احنا عنصرين حراره راح يجينا عنصر الثالث وهو عنصر الرياح. الرياح راح يهب من منطقه الضغط المرتفع الى الضغط المنخفض، من الضغط المرتفع الى الضغط المنخفض. فنشوفوا نحن هنا ان فصل الصيف شمس عموديه على منطقه مدار السرطان يؤدي الى ارتفاع درجه الحراره على شمال القاره وخاصه على الصحراء الكبرى في الشمال، وتنخفض درجه الحراره في الجنوب. ينتج عنها الارتفاع درجه الحراره ينتج عنها اللي هو وجود منطقه من الضغط المنخفض على شمال القاره وخاصه على الصحراء الكبرى، وضغط مرتفع على جنوب القاره لان في الجنوب درجه الحراره بتاعها منخفضه. كذلك يختلف بين اليابسه والماء، لما ترتفع درجه حراره اليابسه راح تنخفض درجه حراره الماء وبالعكس. راح نشوف من ارتفاع درجه الحراره وانخفاضها، ارتفاع درجه الحراره في الشمال وانخفاض الضغط في الشمال وانخفاض درجه الحراره وارتفاع الضغط في الجنوب شنو يعطينا من مظاهر؟ راح يعطينا اللي هي ظاهره الرياح، ظاهره الرياح راح تهب رياح اللي هي تجاريه، اللي هي رياح تجاريه شماليه شرقيه جافه. لما نشوفها رياح جافه معناها جايتنا من اليابسه، ولكن هذه الرياح مجرد ما تصل المسطحات المائيه راح تتشبع وتسبب في سقوط امطار. معنى كلمه جافه معناها جايتنا من وسط اليابسه او من منطقه اليابسه، ولكن مش دائما يابسه. الرياح اللي هي جافه رياح الجافه لما تمر على منطقه اللي هي مسطح مائي، لان هي مصدرها يابسه وتكون جافه، لما تمر على مسطح مائي راح تتشبع وتسبب في سقوط الامطار. فالهبوب الرياح الاولى اللي هي فصل الصيف رياح راح تكون رياح تجاريه شماليه شرقيه جافه، راح تسب هذه الرياح على شمال القاره وتعمل على تلطيف في درجات الحراره. هذه خاصه لما تكون هي مر على مسطحات مائيه راح تسبب يا اما في سقوط امطار او ان هي تسبب ارتفاع درجات الحراره راح تلطف اللي هي درجات الحراره. فشوفوا هنا عندنا اللي هي الرياح التجاريه الشماليه الشرقيه قاعده في شمال القاره. ليش؟ لان هنا عندنا منطقه من الضغط اللي هو المنخفض. ليش؟ لان المنطقه هذه كلها يمر بها اللي هو مدار السرطان، وبالتالي وشمس عموديه عليه راح ترتفع درجات الحراره على هذه المنطقه وينخفض الضغط. فشوفوا هنا نحن الرياح اللي هي اللي هي رياح الشماليه الشرقيه الجافه راح تسب على المنطقه الشماليه من القاره. النوع الثاني من الرياح اللي هي الرياح التجاريه الجنوبيه الشرقيه الممطره، احنا قلنا رياح ممطره. ليش ممطره؟ لانها جايتنا من المحيط الهندي. هذه الرياح راح تسبب سقوط امطارها على اللي هي المنطقه اللي هي الشرقيه والجنوبيه الشرقيه من القاره. فالمنطقه كلها راح تحصل على الرياح اللي هي رياح تجاريه رياح تجاريه جنوبيه شرقيه ممطره. فنفرق ما بين الرياح التجاريه الجنوبيه الشرقيه الممطره والرياح اللي هي الشماليه الشرقيه الجافه. في المنطقه الجنوبيه راح تهب عليها رياح، المنطقه الشرقيه والجنوبيه الشرقيه راح تهب عليها رياح جايتها من المحيط الهندي، وهي رياح اللي هي التجاريه الجنوبيه الشرقيه الممطره، وراح تنزل امطارها على منطقه اللي هي هضبه الحبشه وعلى الهضبه الاستوائيه وعلى الهضبه اللي هي الجنوبيه. راح برضه تهب رياح ثانيه وهي رياح اللي هي
من غرب القارة، وهي رياح جنوبية غربية ممطرة. رياح جنوبية غربية ممطرة، هذه الرياح راح تصل إلى درجة حرارة 18 وراح توقف. طبعا ليش وقفت الرياح هذه ما وصلتش إلى شمال القارة؟ هنا عندنا مجموعة من السلاسل الجبلية وأشهرها جبال هي فوتاغالون، منعت هذه الرياح أن تتواجد داخل القارة. فنجد إحنا السبب الرئيسي في تكوين الصحراء الكبرى هي عدم توغل الرياح، سواء كانت التجارية أو الرياح اللي هي الجنوبية الشرقية الممطرة، أن هي تصل إلى اللي هي شمال القارة فتكونت عندنا الصحراء. الجبال عندنا هنا جبال مرتفعة جدا، باعتبار أن المنطقة الشرقية والجنوبية الشرقية أعلى من المنطقة الشمالية والغربية، فنجد أنها عندنا كم هائل من الجبال منعت الرياح تصل إلى الشمال. عندنا هنا سلسلة جبال فوتاغالون برضو منعت الرياح أن هي توغل داخل القارة. هنا الرياح ليش توغل ما توغل جغل؟ لأن الرياح هنا مشبعة، ومعروف أن الرياح مشبعة دائما رياح ثقيلة تكون قريبة من سطح الأرض وبالتالي تسبب في سقوط أمطار. لما تكون رياح خالية أو رياح جافة راح تكون رياح عالية أو تدخل، لكنها دخلتنا عبارة عن رياح جافة، فنجدنا الصحراء تكونت بوجود هبوب الرياح الجافة. عندنا رياح ثانية وهي الرياح اللي هي العكسية الشمالية الغربية، عكسية شمالية غربية، راح تنزل أمطارها على الركن اللي هو الجنوب الغربي من القارة وتسبب أمطارها على المنطقة اللي هي الهضبة الجنوبية. فالرياح عندنا هنا اللي هي رياح تجارية شمالية شرقية جافة على شمال القارة، رياح تجارية جنوبية شرقية ممطرة راح تكون على شرق القارة وجنوبها الشرقي، رياح جنوبية غربية ممطرة راح تصل إلى درجة حرارة 18، عندنا رياح اللي هي العكسية الشمالية الغربية الممطرة راح تنزل أمطارها على المنطقة اللي هي الجنوبية الغربية. فعندنا نقطة ثانية، عندنا راح يتلاقى التيارين، التيار اللي هو التجاري الجنوبي الشرقي الممطر، وتيار جاينا من الرياح العكسية، يعني رياح عكسية مع رياح تجارية، وهن الاثنين مش متميزين، هن الاثنين ممطرة، الاثنين واحدة جايتنا من المحيط الهادي واحدة جايتنا من المحيط الأطلسي، راح يتلاقن التيارين وين يتلاقن؟ على الهضبة الاستوائية والهضبة اللي هي الحبشة والهضبة اللي هي الجنوبية. هل سير راح تلاقى في منطقة واحدة، خاصة هي أكثر مكان تلاقى فيه هي المنطقة الاستوائية، وراح تسبب في سقوط كميات كبيرة جدا من الأمطار، مما ينتج عنها هو فيضان نهر النيل. فيضان نهر النيل، لأن نهر النيل كيف ما عرفنا إنه هو ينبع من مجموعة البحيرات اللي يقع في المنطقة أو في هضبة الاستوائية. لما يتحصل هذه المنطقة على رياح ممطرة، سواء كانت من الشرق جايتنا او كانت من الغرب، من الغرب وهن اثنين ممطرات، راح تسبب في سقوط كميات كبيره جدا من الامطار، مما يسبب في فيضان نهر النيل. فنجد ان نهر النيل النهر الوحيد استطاع ان هو يخترق هي اعظم صحراء في العالم، وهي الصحراء الكبرى في شمال القاره. نشوف هنا هبوب رياح موسميه جنوبيه غربيه على الساحل اللي هو خاصه في اللي هي منطقه غانا او في المنطقه الغربيه، راح تسبب في سقوط امطارها وتقل كل ما تجي نحو الشمال. انا قالت قلت كل ما تجي نحو الشمال لوجود سلاسل اللي هي فوتاغالون منعتها انها تدخل داخل القاره. هبوب رياح تجاريه جنوبيه شرقيه ممطره على السواحل الجنوبيه الشرقيه للقاره طول العام. ماشي، عندنا رياح عكسيه شماليه غربيه ممطره في اقصى الجنوب الغربي من القاره. عندنا يعني تلاقي التيارين الهوائيين اللي منين؟ من المحيطين الاطلسي والهندي فوق هضبة الحبشة، منتج عنها هي سقوط كميات كبيرة من الأمطار الغزيرة، وسبب في فيضان نهر النيل. عندنا هذا بالنسبة لفصل الصيف، عندنا فصل الشتاء، مناخ فصل الشتاء راح تهب اللي هي تتعامد الشمس على منطقة مدار الجدي، راح يتغير هنا على مدار الجدي. فصل الصيف على مدار السرطان، فصل الشتاء على مدار الجدي، فتسبب في ارتفاع درجات الحرارة على أي منطقة على جنوب القارة. أنا على جنوب القارة، مش احنا عرفنا نحن ان مدار السرطان او مدار الجدي يقع في دائرة عرض 23 درجة ونص. بالنسبة لمدار السرطان 23 درجة ونص شمالا هو شمال خط الاستواء، اما مدار الجدي 23 درجة ونص اللي هو جنوب خط الاستواء. يبقى انا الشمس عمودية على منطقة مدار الجدي تسبب في ارتفاع درجة الحرارة على نصفها الجنوبي، على جنوب القارة، تنخفض على شمال القارة. يبقى انا عندنا جنوب القارة في فصل الصيف وشمال القارة عندنا فصل الشتاء. قال لك خاصه انخفاض درجه الحراره على اي منطقه بالتحديد اكثر انخفاضا هي على منطقه سلسله الجبال اطلس. راح نجر الضغط، راح تكون منطقه من الضغط المنخفض على اي منطقه على الجنوب. ليش؟ انا جنوب شمس عموديه على منطقه مدار جدي ودرجه حرارتها مرتفعه، وراح يتكون منطقه من الضغط اللي هو المرتفع على اللي هي المنطقه
الشمالية، وخاصة أو كذلك عندنا اختلاف ما بين اليابسة والمائية. يبقى الشمس عمودية على منطقة مدار جدي تسبب ارتفاع درجة حرارة على النصف الجنوبي وتنخفض على النصف الشمالي، وخاصة في جبال أطلس راح يسود ضغط منخفض اللي هو على جنوب ومرتفع على الشمال، واختلاف ما بين اليابسة والمائية. شنو يحدث لنا بعد عندنا نحن اختلاف الضغط والحرارة؟ راح تتكون عندنا اللي هي الرياح، راح برضه تهب رياح تجارية جنوبية شرقية ممطر على شمال القارة. تهب رياح اللي هي تجارية الجنوبية الشرقية الممطرة على الساحل الشرقي للقارة، هي نفس الرياح ولكن راح الرياح ممكن تكون بتواغل أكثر، خاصة هي منطقة جنوب خط الاستواء، وتقل الأمطار كل ما تجه نحو الغرب، وتقل الأمطار كل ما تجه نحو الغرب. نشوف نقارن ما بين الرياح، هي نفس الرياح اللي فصل الصيف فصل الشتاء، ولكن فصل الصيف راح تكون بكميات اكثر وتتوغل داخل القارة اكثر، اما في فصل الشتاء فتكون هي بنسبه اقل من فصل الصيف. فهبوب الرياح التجاريه الجنوبيه الشرقيه الممطره جاءت من المحيط الهندي على اللي هو الساحل الشرقي من القاره وتصل الى جنوب خط الاستواء وتقل كل ما تجه نحو الغرب. عندنا اللي هو نوع هذا بالنسبه للرياح فصل الشتاء، الشمس راح تكون عموديه على هذه المنطقه هي منطقه مدار الجدي، ترتفع درجه حراره ينخفض الضغط، راح يكون عندنا في الشمال درجه حراره منخفضه راح يرتفع اللي هو الضغط، راح تهب رياح اللي هي رياح تجاريه جنوبيه شرقيه ممطره. في الاول كانت جزئيه كبيره جدا من شرق القاره وجنوب شرقها، راح تكون الامطار هنا منحصره في مناطق معينه. عندنا الرياح اللي هي برضه رياح جافه اللي هي رياح تجاريه الشماليه الشرقيه الجافه، وبرضه عندنا نوع اخر من الرياح اللي هي الرياح العكسيه الغربيه الممطره. في فصل الصيف تسقط امطارها على اللي هي جنوب الغربي، في فصل الشتاء راح تنزل امطارها هي على شمال افريقيا، وهذه الرياح برضه لا تتواجد داخل القاره نظرا لوجود سلاسل جبليه خاصه جبال اللي هي اطلس، منعت هذه الرياح اللي هي العكسيه الغربيه الممطره ان تصل الى الصحراء الكبرى. فنجد ان الصحراء تكونت او صحراء توجد بها طوق من السلاسل الجبلية اللي منعت الرياح المحملة بخار الماء أن تصل إلى هذه المناطق. فنجو هنا الرياح التجارية شمالية شرقية الجافة على الساحل الشمالي للقارة خاصة على الصحراء الكبرى، رياح عكسية، هذه رياح عكسية شمالية غربية كانت تهب على جنوب الغربي راح تهب برضه فصل الصيف على اللي هو الشمال الغربي، وخاصة على منطقة اللي هو شمال أفريقيا وحوض البحر المتوسط.